بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. نبارك لكم ولمقام مولانا صاحب العصر والزمان بذكرى ميلاد بطلة كربلاء سيدتي ومولاتي السيدة زينب سلام الله عليها. نسأل الله أن يقضي حوائجنا ببركتها إن شاء الله، ويرزقنا في هذه الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وجدها وجدها زينب ربنا من نوره، وجدها وجعل للخير منواها، وجدها أبوها المرتضى حيدار، وجدها رسول الله وفخار كل البرية. أما الآن مع أول فقراتنا لهذه الليلة وهو القرآن الكريم بصوت حمد علي العجمي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض
وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسمحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.